عصير السعادة، عصير أوميجا 3، مكوناته في أي بيت، حبتين من الموز، لوز يا مزاج اللوز، سكر، فانيليا، حليب. ممكن تحط تلج أو تحط الموز في التلاجة أو تحط الحليب في التلاجة أو الديب فريزر علشان عملية التبريد لو عايزاها مثلج، لو الأولاد بيحبوا العصاير تكون مثلجة. ولكن للأمانة أنا حاطط الموز في التلاجة والحليب في التلاجة عشان أنا كمان بشربه حلو قوي على فكرة. والمقادير على الشاشة، بسيطة وسهلة لا تتعدى أصابع اليد الخمسة. موز، لوز، فانيليا، سكر وحليب. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. انا عجبني قوي صوت الفراخ وهي على عين البوتاجاز وصوتها في المطبخ عالي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. امان. هو ده معانا الموز، مهم جدا. هتشتغلي في العصير، هتعملي حلويات زي ما عملت دلوقتي وانت مش واخده بالك. نغير الجلافزات، سكينه، بلانشه، معلقه، الحاجه اللي بتقطعي بيها، كوبايه، الحاجات دي كلها. خلي بالك الليفه اللي بتغسلي بيها او السفنجه اللي بتغسلي بيها على الحوض ما تكونيش غاسله بيها حله فيها توم وبصل وتيجي تغسلي بيها المعالق والكوبايات. خليكي كده منظمه، مروقه مطبخك زي الفل. المطبخ مفاتيح السعادة الزوجية والعائلية والإنسانية. ده موز حلو قوي معاه حليب مسلك. لا كده الفراخ، طالما شميت ريحة الفراخ. بيعملوا كده بصباحه بالشباب. الله على الريحة. لا جامدة قوية، حلو قوي كده المستردة. بص على الحلاوة بقى. بص كده ممكن تجيب الكاميرا وتيجي هنا. شفت انت عايز اللون ده؟ عايز اللون ده. الله الله، هو ده. ناخد الفراخ دي برصها هنا كده. يا دلعك. فراخ مشويه بالمسترده. لسه هعمل تركيه دلوقتي هتعجبك قوي. لسه اصبر عليا. في نفس الطاسه وجبنا الخلاصه. بس خلاص قليل من الماء، شويه ريحان. التركايه دي مهمه جدا، هي دي التركايه. مكعبين من الزبده. يلا بينا اهو، سيبهم على النار لغايه لما الزبده تسيح مع الريحان. ونرجع للعصير بتاعنا. فانيليا بنحطها، سكر بنحطه، لوز بنحطه يا مزاج اللوز. وسيبوني اشغل الخلاط وصوت الخلاط. يلا بينا. شكرا لصديقي ده، احلى صديق في المطبخ. خلاط، كبه، عجانه، مضرب، مقوره كوسه، مقشره بطاطس. انا بسموهم الاصدقاء المساعدين النافعين. ايه الحلاوه دي؟ شفت السموزي ده؟ عزمك عليه مخرجنا عشان الصوره الحلوه. هو ده سموزي الموز باللوز. يا صبابين العصير. عايزين تسمعوها مني دي. على فكره الجمهور بتاعي بيقولها لي وانا في لما بيشوفوني يعني وانا بتفاعل معاهم في الشارع قاعدين مع بعض، يقول لك يا صبابين العصير زيدوا حالاته. بيتزا بالخضار مقاديرها بسيطه وسهله في متناول الجميع، صوره حلوه تتحدث عن نفسها. فراخ مشويه بالسبانخ من مدرسه المغازي،
تريكايه لطيفه لاستخدام المستردة، العصير اللي بيهديه لكل الاطفال اللي بيذاكروا واللي بيروحوا المدارس، ربنا يوفقكم يا رب. ده طبعا اوميجا 3 قيمته الغذائيه عاليه جدا، والموز بوتاسيوم ومعادن. رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.